وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأولئك الشهداء يستبشرون ويهنئ بعضهم بعضا بما هم مقبلون عليه من النعيم وفضل وإحسان ليس له حدود. ومعنى الفضل في اللغة الزيادة، وجاء الفضل بعد النعمة على سبيل التأكيد، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يشكره وينميه ويزيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. يستبشرون بنعمة من الله